السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناه الجوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم نهضروا على واحد السيرو. هذا السيرو هذا اللي سميتو بروميكسول. هذا بروميكسول هذا اللي هو واحد السيرو يعني فعال، غنهضروا عليه اليوم، اللي هو محلول يعني مكون من العسل والخلاصه ديال البروبوليس، ومكونات نشطه طبيعيه اللي كتنظف لنا الجهاز التنفسي ديالنا وكتلين لنا الحلق. كيف كتعرفوا ان هاد السيرو هذا ديال بروميكسول في تركيبه زوينه، يعني مكون من العسل ديال الزهور والمياه المطهره، كذلك مستخلصات ديال البروبوليس الغنيه، ومستخلص الزعتر، ايضا مستخلصات ديال الحرق السوس وفيتامين سي، ومستخلصات ديال الجلسين الغذائي، وفيه ماده الحافظه. يعني كيف كتعرفوا ان هاد السيرو هذا راه زوين بزاف، كيحد لنا من السعال وكيرطب لنا الحلق ديالنا. كيف كتعرفوا ان هاد البروميكسول هذا يعني فيه جوج اشكال بالنسبه للوليدات الصغار ديالنا، وكذلك حتى العلبة ديال الناس الكبار. بالنسبة للناس الكبار يمكن لهم انهم يستعملوه، يعني الناس اللي ديابيتيك يمكن لهم انهم كيستعملوه، ما يخافوش منه. هو عبارة على مكمل غذائي كيحتوي على الفيتامين ديال سي وعلى العسل والخلاصة ديال البروبوليس، وكذلك فيه مكونات طبيعية نشطة كيريح لنا الجهاز التنفسي ديالنا. كيف كتعرفوا ان طريقة الاستعمال ديالو بالنسبة للناس الكبار، ملعقة كبيرة يعني 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم من بعد الأكل يمكن لنا ناخذه. أما بالنسبة للأطفال الصغار يعني كيبدأ يعني الأطفال الصغار من 2 إلى 5 سنوات يمكن لهم أنهم ياخذوا معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم، والأطفال يعني من 6 سنوات إلى 15 سنة يمكن لهم أنهم ياخذوا أيضا ملعقتين صغيرتين 3 مرات في اليوم. راه زوين وفعال بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال السعال ومشكل ديال الحرق، يمكن لهم انهم يستعملوه. كيف كتعرفوا بالنسبة لهاد السيرو هذا، فلا ينصح يعني الاستخدام به، يعني الاستخدام ديالو بالنسبة للنساء الحوامل وكذلك الاشخاص اللي عندهم شي حساسية تجاه المكونات ديال المنتوجات ديال النحل. يقدر يحتوي هاد المنتوج هذا يعني على تسربات تقدر يعني ما تاثرش على الجوده ديالو. وكيف كتعرفوا هو عباره على مكمل غذائي، يعني هذا السيرو هذا يمكن اي واحد ياخذه. يعني بالنسبه للناس الثمن ديالو راه كيدير 79 درهم بالنسبه للعلبه الكبيره ديال الناس كبار، اي بروميكسول اديت. بالنسبه للبروميكسول اونفو فراه الثمن ديالو كيدير 59 درهم، راه موجودين في جميع الصيدليات، يمكن لنا اننا نقتنيوهم للحد من الالام ديال السعال، يعني السعال اللي كيضرنا في الحلق ديالنا، فهو كيساعدنا وكيرطب الحلق وكيعطي واحد اللطف وواحد يعني ما كيبقاش داك الالام كيف كتعرفوا. فلهذا انا جيت نعرضه عليكم اليوم ونقول لكم بان هذا السيرو هذا راه زوين وفعال، يعني مكمل غذائي كيحتوي على فيتامينات طبيعيه، كيريح لنا الجهاز التنفسي ديالنا، المستخلصات ديالو كامله طبيعيه وزوينه. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم ونال الاعجاب ديال الجميع، وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله.